مش هنبقى فخورين بجد بمصريتنا بلغتنا مهما حصل، ونبقى مع التجديد وعاوزين ده خلاص نسيب البلد ونمشي. فيمكن تكون المشاريع دي بعملها انه يعني يا جماعة احنا ممكن نعمل حاجات، لا مش عايزين نسيب البلد، انا مش عايزة اسيبها. فزي ما بكون بعدي نفسي كده افكر نفسي انه لا بحبها، افكر نفسي بعمل حاجة بحبها واقدر اساعد فيها والناس تحتفي بيها، يعني عندهم نفس المشاعر، لا مش عايزين نسيب البلد.